اللي بيجي على اسطنبول وبده مساحات خضراء بيروح على حديقة أوتاك تبة، أو زي ما بسموه الأتراك أوتا تبة. تم تسمية حديقة أوتاك تبة بهذا الاسم بما معناه تلة الفسطاط أو تلة بيت الشعر، وسماها بيزيد السارقة لأنه أيام حصار القسطنطينية أقام خيمته في هذه التلة. اللي حاب يروح على الحديقة ممكن يروح عليها عن طريق الباص رقم 15M من منطقة اسكودار، وبتاخد حوالي 40 دقيقة، وممكن من منطقة كاديكوي عن طريق الباص 14M وبتاخد حوالي ساعة. قبل الوصول للحديقة ممكن الزائر أن يروح على أوتاتابي كافيه، وهو مقهى ومطعم موجود قريب من الحديقة وله إطلالة كتير ساحرة على مضيق البسفور. ممكن الزائر يقعد في المكان مغلق لجوا إذا كان الجو مثلا غير مناسب، وممكن يقعد برا برضو إذا كان الجو مناسب. تمتد الحديقة على مساحة 152 ألف متر مربع عند طرف الجسر الثاني اللي هو جسر السلطان محمد الفاتح. من أيام افتتاح الحديقة سنة 1996 زرع فيها الوقف اللي عمل على إنشائها وتدشينها 1700 شجرة و5000 شجيرة. يعد المنظر اللي بتطل عليه الحديقة من أجمل المشاهد لإسطنبول وأكثرها سعة وامتداد. الحديقة بتشرف على قلعة رومي الحصار ومنطقة أورتاكوي والعديد من القصور اللي تقع في الطرف الأوروبي.
كانت هاي زيارة اليوم مع حديقة أوتاك تبة. لا تنسوا لو زرتوا إسطنبول كو تيجوا عليها وتتمتعوا بالمنظر الخلاب إلها. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. مع السلامة.